سارة، انت واحدة من كباتن الفريق، ايه دايما التعليمات اللي بتتكلموا فيها او النصايح اللي بتنصحي بيها زمايلك وانتوا قاعدين او قبل اي مباراة مهمة؟ يعني قبل اي مباراه طبعا، سواء هي ضعيفه سواء قويه، احنا بنلعب على ان احنا نكسب اي ماتش طبعا داخلينه، سواء هو هيبقى فرقه ضعيفه، فرقه لسه في المجموعات، لسه في مثلا في بطوله افريقيا، الفريق الماتشات في الاول ما كانتش صعبه قوي، بس احنا كنا بندخل اي ماتش احنا مركزين على اي حاجه، عندنا هدف واحد ان احنا نكسب اي ماتش بقوه، نفرض سيطرتنا على الفرقه اللي قدامنا بطريقه اللي هو نقول احنا الاهلي بس. وكان كل ماتش فعلا الفرقه بتدخله بجديه، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب يعني الحمد لله.